اهلا بيكم معانا وفي حلقه جديده وبرنامجكم اطفال ولكن. طبعا للوهله الاولى اول ما تشوفوني في مكان زي ده هتفتكروني في مكان للعب الاطفال او مدينه ترفيهيه للطفل. بس المفاجاه ان انا في مركز الاورام لعلاج الاطفال. مركز الاورام لعلاج الاطفال تم افتتاحه النهارده، عشان كده احنا جينا عشان نحضر افتتاحه. قبل كده كنا معاكم في عاصمه الطب في مصر وعملنا حلقه كامله من مستشفى جامعه المنصوره عاصمه الطب في مصر. الحلقه كانت عن الاطفال الملتصقين وشفنا قد ايه اهتمامهم على جميع الاصعده. دخلنا الكلى ودخلنا الكبد وشفنا قد ايه اهتمامهم بالاطفال، بس اهتمامهم ما وقفش على كده، بس حبوا يطوروا من نفسهم ويعملوا مركز كبير جدا لعلاج الاطفال من مرض السرطان. مش هيبقى بس مستشفى 57، التميز كمان هنا، ولسه هنكون معاكم وهتشوفوا كل مكان هنا ازاي معمول بعنايه كبيره جدا. وعايزه اقول لكم كمان النهارده معمول حفله، الحفله دي المطربه انغام، المطربه الجميله العظيمه، هتغني فيها، وكل تبرعات الحفله دي وكل الدخل عائد على لصالح هذا المكان تبرع ليه. عشان كده لازم كلنا نشارك، لازم كلنا نحس بالتميز الحقيقي اللي حصل، لازم كلنا يبقى فيه اكتر من مكان لعلاج ولادنا، عشان ما يبقاش فيه ولا طفل مريض بالسرطان. عايزه اقول لكم ان المكان ده النهارده معمول 10 غرف، ال 10 غرف بيتضمنوا 36 سرير، 33 سرير منهم اقامه وثلاث سراير رعايه، وكمان في كونتر للاستقبال، ده غير صاله كبيره جدا لاستقبال المرضى. كل ده حضراتكم هتشوفوه معايا، بس عايزه اقول لكم بجد ان انا في مكان حلو قوي، ويا رب نلاقي دايما اماكن كتير زي كده، ويا رب ولادنا كلهم ما يبقاش عندهم اي مرض ويشفوا. كملوا معايا الحلقه في برنامجكم اطفال ولكن. نشوفه النهارده نسال الاطفال هم فاهمينه ازاي. عشان كده مع مجموعه البنات الحلوين دول انا جايه في وسطيهم عشان اعرف منهم النهارده فاهمين الحدث ازاي. اتعرف عليكي؟ اسمي جنى. ازيك يا جنى؟ الحمد لله. ايه الامر؟ قولي لي يا جنى، انت عارفه النهارده احنا هنا ليه؟ ايوه. ليه؟ علشان البنات التعبانين، ويا رب يشفيهم يا رب. يا روحي يا رب. ومين تاني عارف؟ قولي لي حبيبتي، احنا جايين نفتتح مركز جديد للاطفال الاورام. يعني احنا هنقول لكل الاطفال العيانين خلاص باذن الله في امل ومحدش هيبقى عيان تاني. مين تاني عارف؟ مين تعرف احنا النهارده هنا ليه؟ مين عارف؟ مين شو انت اللي شال الورد؟ عارفه النهارده احنا هنا ليه؟ علشان نفتتح مركز الاطفال. جميل. والورد ده اديتيه لمين؟ برميه على الضيوف. مين تاني عارف؟ طب مين النهارده فرحان قوي ان احنا هنا؟ مين فرحان؟ كلنا فرحانين؟ طب كلنا هنبص للكاميرا ونقول باذن الله مش هيبقى فيه ولا طفل عيان بعد كده. يلا كلنا نبص ونقول ان شاء الله محدش